يا الله، السلام عليكم ورحمة الله. صباحكم الله بالخير والعافية والبركة. احنا هسه حاليا بأصنع يعني مصنع احنا حاليا بمصنع دراجات وسيارات شحن للأطفال. مصنع كلش ضخم، راح نشوفكم الموديلات اللي عنده. هذا المصنع حلو، عنده أسعار مناسبة وعنده أنواع وسط وعنده همين جودة عالية. فتحبون الرخيص، تعالوا نشوفكم الرخيص اليوم. ايضا تيجا موتور ايجا باتر، هذه نفس الشيء، واحد موتور وواحد بطاريه، نفس الشيء بالضبط. ايضا شحن، كل اللي نعرضه حاليا هو شحن. الشاحنة هذه 203 دولار، شاحنة جدا جميل. طبعا قيادة وتحكم عن طريق الريموت، يعني ممكن الطفل يقودها، وممكن ايضا عن طريق الريموت كنترول تحكم. تجي توصل موتور، توصل فور موتور، هاي بيها اربع موتورات. تجي دين سلطادة شو اسمه؟ اوكي، حلو والله، روعة. الكوشن مالته جلد، صوري لي الجلد مالته. الكوشن مالته جلد، الكوشن مالته مصنوع من الجلد. اكو سيارات ودراجات مصنوعه من بلاستيك مال اطفال، هذه مصنوعه من الجلد. مواصفاته صراحه كلش حلوه. 203 دولار بدون شحن، اقل كميه 5 قطع. الشغلات الصغيره اقل كميه 10 قطع، الشغلات الكبيره اقل كميه 5 قطع. فالشيء كلش جميل. الكوشن مالتها جلد، تحكم ريموت وتحكم قياده مباشر. بيها ام بي 3، بيها موسيقى، بيها صوتيات هورن، بيها جير امامي خلفي، سرعتين، سرعه بطيئه سرعه سريعه، سرعتين بيها. فالشيء كلش جميل.
الانواع هذه مال لعب يعني منزلي او كذا على الاطفال، هذه الانواع نفس الشيء ابو 3 شروخ. اما هذه فهذه ينفع فكره مشروع، هذا ينفع فكره مشروع لان هذا حديد وقوي وحتى جميل، يعني واحد يصعد هنا واثنين يصعدون هنا، عرفت شلون؟ التاير مالته ربل، التاير مالته هذا مصنوع من الربل، فالشيء كلش قوي، فهذا يعني ينفع فكره مشروع. عندكم حتى هذا نفس الشيء، هذا هم نفس الشيء، الموديل مالته كلش حلو، يعني واحد يقود وواحد يجلس هنا، يعني اثنين اطفال صغير، فكره مشروع كلش جميله. اطلع له واضح، طلع لي شيء. هذا نفس الشيء، يعني ذني صرم فكرة مشروع رائع صراحة، اللي عرضت لكم إياه صرم فكرة مشروع رائع. شوف هذا النوع واحد اثنين ثلاثة، أنت ممكن تأخذ هاي ثلاث أنواع وتسوي بهم مشروع، فكرة المشروع هاي كلش رائعة.